أحبائنا المستمعين والمتابعين على قناة نورسات وعلى صفحة نورسات الأردن، لقاؤنا هذا المساء له نكهة خاصة. العنوان: الأردن، الأرض والرسالة. عنوان يتكلم عن نفسه. الوطن الأردني المبارك هو وطن موسوعي فيه بركات السماء، فهو الجغرافيا التي أحبتها السماء، وفيه التاريخ، فوطننا شاهد على العديد من حقبه، وهنا يقف التاريخ متهيبا قداسة الأردن فيشهد له. ولأن في البدء كان الأردن، يأخذنا حب هذا الأردن إلى الأردن الحديث، وحب مئوية هاشمية فيها رسوخ وبناء ونهضة، وفيها الإنسان. في الأردن تتفق الأرض وتتناغم مع الرسالة، رسالة وطن يعشقه بنوه الأوفياء. في هذا المساء جئت إليكم لأقرأ معكم سيرة أحد بني وطني الأوفياء الناجحين العاشقين لهذا الوطن. ضيفي أردني عاشق للوطن والرسالة، ولد هنا على أرض الأردن، لكنه حمل رسالة الأردن وأسمعها في أوروبا وفي أصقاع العالم. أعرفه وأحبه، إنه ابن كنيستي، عمدت زهرته ابنته، وهو أبو المجد الذي أحب مجد الوطن ومجده مجد زيد نفع. ضيفي أردني سلطي مسيحي، لكنه للجميع. أحب العبدلي، في العبدلي أخذ بعضا من ملامح الجندية، مع أنه لم يدخل صفوف الجندية، وظل حتى الآن يحمل فروسية الجند في حب الوطن وحب الخير وحب الناس. مهندس بكالوريوس هندسة وماجستير هندسة، وهو فوق هذا وذاك هو خبير في السياحة وخبير في الاستثمار، وهو الذي أحب الأردن فأصر أن يكون الأردن معه وهو مع الأردن، حتى حيث نجح في أرض المجر، في هنغاريا، في بوتابشت. ضيفي هو رسول للأردن، وهو قنصل الأردن، القنصل الفخري للمملكة الأردنية الهاشمية في هنغاريا. يا مرحبا أبو المجد زيد بيك نفع. الله يخليك أبونا وتسلم على هذه المقدمة، يعني غمرتنا دائما بلطفك وبمحبتك لنا، وهذه المحبة دائما موجودة ومتبادلة. بداية مساء الخير لك سيدي سنور، ولكافة مشاهدي قناة نورسات وكافة المتابعين لهذه الحلقة عبر مواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هذا المنبر أود أن أشكركم على هذه الاستضافة، ومرة أخرى شكرا على هذا. يا ميت هلا. أهلين أبونا. هذه يعني هذا المكان الويبدي
انت ابن الويبده وابن رعيه الويبده وابن الاردن وابن عمان، فهذا بيتك. اهلا وسهلا، شرفنا. صحيح، شكرا ابونا. عندما تحدثت انت عن العبدلي، نعم، رحمه والدي الذي تزوج في هذه الكنيسه، نعم نعم، وكان احد ضباط الجيش العربي المصطفوي الذي نفتخر ونعتز به. نعم، انا في العبدلي خريج كلية الشهيد فيصل. هاي عروس مدارس الثقافة، يعني نفتخر بمدارس الثقافة العسكرية وبمنتسبي القوات المسلحة طبعا وأجهزتنا الأمنية، فهذا كان يعني فخر واعتزاز أني درست في المدارس العسكرية. طبعا وبالطبع انتقلت بعد الثانوية إلى خارج الوطن، ودرست كما تفضلت الهندسة، وحصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة. تربطني في الويبدي وفي الشميساني محل ما كنت ساكن مع رحمة أهلي، وفي السلط مسقط رأسي ورأس والدي رحمة الله عليه وأجدادي. وأنا كما تعلم أبونا يعني أنهينا المراحل النهائية من تجديد بيت العائلة ومنزل العائلة اللي بنى رحمة والده لجدي في 1887، ورمموا رحمة جدي في 1927، وأنا بدأت ترميمه بال 2019 أو إعادة ترميمه، ويعني قبل أيام شرفنا على الانتهاء وتم إعادة ترميم المنزل. فأكن إلى الوطن كاملا دائما، نعم، العشق والمحبة ولكافة أبناء الأردن. زيد بيك، أنت قنصل الأردن الفخري، وإحنا فخرنا فيك، نفتخر فيك. الله يخليك يا سيدي. أنت يعني بدأت هذا المنصب بال 2003. نعم صحيح. بس واضح أنه أنت كنت مدفوع بحبك للأردن أن تحمل هذا الأردن هناك. من 2003 أنت قنصل أردني. نعم صحيح. ولكن أنت موجود بهنغاريا من 86؟ من 84. من 84. من 84. نعم. يعني وأنت طالب. يعني أنت عدت في الذاكرة أبونا إلى أكثر من 3 عقود ونيف. نعم. وحقيقة أنك ذكرت أني أحب الأردن، لا بل أعشق الأردن. نعم. وأعشق تراب الأردن. يعني أنا زلمي زي ما بتعرف، زلمي صريح. صحيح. وأتحدث من القلب. صحيح. دون مجاملات ودون زي ما بيقولوا عوائق obstacles. أتحدث، أنا أعشق الأردن، وأنا أعتقد أنه الأردن بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الأردن بلد جميل، جميل بأهله، جميل بطبيعته، بتاريخه، بحضارته، برسالة الثورة العربية الكبرى اللي حملها الهاشميين. نحن بلد يحمل رسالة للعالم، رسالة محبة، رسالة سلام، رسالة العيش المشترك. فالأردن في طياته الكثير من الرسائل. حملت هذا، وأنا طالب كنت دائما لما أعود في الصيف إلى الأردن كنت دائما أفكر كيف ممكن أنا أذكر زملائي الطلاب الأجانب بشيء من الأردن. فكنت يعني ولما أرجع بالصيف أخذ معي منها الحلويات العربية وما يعني من هاي، وكنت دائما أركز على أني أعطي شيء للطالب زميلي اللي جاي من دولة أخرى أو كذا، أنه يتذكر أنه أكل شيء لذيذ أو أخذ هدية جميلة من الأردن. كنت أحاول دائما أركز على هذه الأمور. حقيقة حب الوطن، وأنا متأكد أنه كافة الأردنيين يعشقون تراب هذا الوطن. يعني أي أردني غادر الأردن لا يزال يعشق تراب هذا الوطن. أنتوا الأسرة، أنا أريد أن أنوه أنه أنت من أسرة وإحنا بنعرفها طبعا، ولكن للمتابعين والمشاهدين نقول أنت قنصل الأردن في هنغاريا. نعم. إليك أخ سفير لهنغاريا في، نعم،
في الإمارات. في الإمارات العربية المتحدة. أخي الأكبر مني شقيقي أسامة. نعم. هو يعني حصل على الجنسية الهنغارية وأصبح سفيرا لهنغاريا في الإمارات. وأخي الأكبر مني طارق والقنصل الفخري لهنغاريا في العقبة. نعم. أنا يعني وبديش ندفع الأختنا هدى. هدى وهدى أيضا أختي. نحن أربع شباب وبنت، وأختي هدى هي أصغرنا سنا، وهي يعني أيقونة العائلة. نعم. وسأتحدث لكم بقصة طريفة مدام. نعم. يعني اقتربنا من العائلة، وأنت. نعم. حقيقة أبونا نبيل قريب من العائلة. نعم. وتعرفنا وتعرف المرحومين. الله. سأتحدث لك هدى. نعم. القنصل الفخري إلى مقدونيا. نعم. وطبعا أنا العبد اللي لم أقبل بأي شيء إلا أن أبقى أردنيا، وأنا أحمل فقط الجنسية. طيب. الأردنية. نعم. وأنا فخور بهويتي الأردنية وبجنسيتي الأردنية. هو واضح أنت في بودابست، وأنا زرتك هناك ورتبت لي زيارة، وكانت زيارة يعني رائعة وممتعة ومفيدة، وتشرفت بلقاء كاردينال هنغاريا وصليت معه بالكاتدرائية القديس أردو بيتر في كنيسة سانت ستيفان، القديس ستيفانوس. نعم. ويعني أنا شفت ما تحظى به من احترام ومن تأثير، وهذا يظهر، هذا النجاح يظهر حبك للأردن، لأنه سخرت كل ما تملك هناك من أجل الأردن. من 2003 وأنت قنصل لوطنك في وطن ثاني، أنت هناك محترم ومحبوب ومؤثر وصاحب كلمة مسموعة، وواضح أنه كثير من الأردنيين بيعرفوك وبيعرفوا أنه أنت هناك كنت رسولا للأردن والأردنيين، وسنتحدث عن هذا ما فعلته. أنت الذي تعجز عنه حكومة وقمت به، وهذا ليس من باب الإطراء، هذا من باب شهادة والكل بيعرف هذا الكلام، سنأتي إليه. ولكن حبك للأردن عم بترجمه إلى شيء ملموس ومفيد نافع، فأنت نفاع بانتمائك ونفاع في اقترابك للناس وخدمتهم. ماذا تقول للذين يعملون في السلك الدبلوماسي الأردني برا؟ يعني إيش نصيحتك لهم؟ يعني إحنا بنشوف نجاحك وهذا مثل. يعني أبونا أنت تريد مني أن أبرق أو أبعث برسائل إلى دبلوماسي الأردن الذين هم من أفضل كوادر الدبلوماسيين في العالم. صحيح. الدبلوماسية الأردنية منذ نشأتها وهي ساطعة في العالم. دبلوماسي الأردن احترامهم للآخرين، اعتدالهم. نعم. نقل رسالة الأردن. نعم. التعامل في غاية الاحترام والشفافية مع العالم. نعم. خلق للدبلوماسية الأردنية احترامها. فالدبلوماسيين الأردنيين مجتهدين ومتعلمين ومثقفين، ولكن يجب علينا أن نفرق بين ماذا يجب أن يفعل الدبلوماسي أو ماذا يجب أن يعطى، ما هي المهمة التي يجب أن توكل له كي يقوم بها. لأن دبلوماسينا أي مهمة بتعطيها ما شاء الله قصة نجاح، وأنا لا أجامل الدبلوماسيين الأردنيين من أفضل وأرقى الدبلوماسيين في العالم، وهذا يشهد له الجميع. نعم. صحيح. ولكن يجب أن تحمل الدبلوماسي سواء سفير أو أي واحد من أعضاء سفاراتنا أن تحملوا رسائل عليه أن يقوم بها ويقومون بها. اليوم عندما نتحدث ما هي الرسائل، حب الوطن الكل متقاسم عليه والكل مشترك فيه، كل الأردنيين يعشقون الأردن
ويعشقون تراب الأردن ومنتميين للأردن ويعشقون النظام طبعا. وهذا شيء يعني بجيناتنا رضعنا وتربينا عليه وعشقنا. عندما نتحدث في رسائل الدبلوماسية الأردنية يجب أن يكون هناك في خارطة الطريق لدى الدولة الأردنية، وهذه خارطة الطريق تبعث برسائل إلى الدبلوماسيين ما هي المهام الذي يجب أن يقوموا فيها. إن كانت مهام سياسية يقوم بها، إن كانت مهام اقتصادية يقوم بها، إن كانت مهام ثقافية يقوم بها، ولكن يجب تحديد أولوياتنا في الأردن اللي نبرق فيها إلى دبلوماسينا في الخارج. ولكن الدبلوماسي زي يعني البارح زي النطاس البارح، دائما أي مكان بيفوت فيه يجب أن يترك بصمة، ويجب أن يخرج على الأقل بورقة رابحة إلى بلده، يقول أنا قابلت فلان وجبت هذه الورقة لوطني. دائما أينما تدخل كن سفيرا. وأنا طالب كنت أقول لزملائي الطلاب، مش بس السفير اللي راكب سيارة وحاط علم على سيارته أو على بيته أو على السفارة، أنت في أخلاقك في تعاملك في نجاحك في الدراسة أنت سفير لوطنك. فالسفير في اعتداله في أخلاقه في 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 الرسائل الطيبة اللي ببعثها للناس. لما بتعمل شيء طيب وبتنجز شيء كويس بيسألوك الناس من وين أنت؟ من الأردن. علقت في ذهنهم أنت سفير بلدك. فالطلاب الأردنيين اللي بدرسوا عندي في الخارج، آلاف الطلاب الموجودين، بقول لهم أنتم سفراء الوطن، ليس السفير فقط الموظف بوزارة الخارجية وبيأخذ معاش، أنت سفير الوطن، أنت سفير لبلدك. نجاحك ومسيرتك وتعاملك مع أساتذتك ومع زملائك أنت سفير الأردن. طيب سعاد، طيب بدي أسأل، أنت تحدثت عن الطلبة، بدي أرجع لموضوع الطلبة. أنت كنت سفيرا واهتميت بالطلبة وفتحت الأبواب مشرعة للشباب الأردنيين الذين يذهبون ويتلقون المنح، بروح ماكل شارب نايم دارس مرتب أموره مكمم. حدثنا عن هذا. يعني أنا مجموع الطلاب اللي الذين أوفدوا إلى هنغاريا تحت هذا البرنامج كم واحد لحد الآن؟ منذ عام 2014 نعم. كل سنة الحكومة الهنغارية تمنح الأردن 400 منحة دراسية، نعم، في يعني دراسات مختلفة وفي كافة التخصصات، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. طبعا المنحة بتغطي الدراسة والتأمين الصحي والسكن، وبيعطوا مصروف شهري للطالب. سأتحدث معك بصراحة. بصراحة لا. أنا لدي علاقات متجذرة وطيبة مع الهنغاريين ومع كبار المسؤولين. صحيح. وبنيت هذه العلاقة يعني زي ما بقولوا في الدبلوماسية مبنية على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة. أنا كنت سفيرا لوطني منذ أن كنت طالبا، نعم، وكرمني جلالة سيدنا الله طول عمره بال2003، نعم، وصدرت الإرادة الملكية السامية وعينت قنصلا فخريا للأردن في هنغاريا. ومنذ ذلك الحين اكتسبت صفة رسمية وأعمل على خدمة الأردن وخدمة أبناء الجالية الأردنية هناك ومصالحهم. والآن منذ عام 2014 على الطلبة الأردنيين أرعاهم وأرعى مصالحهم. يعني هذا العدد الكبير من الطلبة اللي أنت يعني دخلت إلى كل بيت أردني، إلى بيوت الأردنيين من خلال محبتك لهؤلاء الشباب، وتأخذ بيدهم، مش بس تأخذ بيدهم، عم بتساعدهم. يعني مش بتعطيه مساعدة، أنت عم تعطيه فرصة أن يصبح مهندس طبيب جامعي متعلم وبرجع يفيد بلده. شو رسالتك للشباب هذول اللي فتحت يعني فتح لهم المجال ونجحوا وحققوا؟ اولا ابونا انا اعشق خدمة الناس، لا احبها اعشقها. يعني
اليوم اللي أشعر إني رسمت الابتسامة على وجه أردني أو في قلب أردني، أشعر حالي مرتفع عن الأرض من الفرح، طاير. الله يبارك فيك. وحقيقة لا أجامل، يعني أنا هذا الكلام أعتقد الأردنيين بيعرفوه، يعني أعشق خدمة الناس. الله يبارك فيك. أنت قلت لي قبل ما تسجل سألتك، قلت لي أنا عندما تتصل بي أم، أحكي لي شو قلت لك. أحد الأقارب وصديقي الشخصي. نعم. هو كنت منهك بالتعب، كان عندي في المكتب اتصالات اجتماعات، فإجاني تلفونات، ففي إذ بأم طالب تحكي معي. نعم. حسيت إنها في إشي يعني بلهفة وحرقة وحرقة قلب. فصرت أحكي معها يعني بساير فيها وتوكلي على الله يا ولدي إن شاء الله ما رح أقصر معك كذا. وفورا أنا يعني من النوع اللي فورا بحب أخذ يعني أكشن على الموضوع، أي شيء بحبش أجله، لأنه إذا أجلته راح. مش قلت لك عسكري أنت؟ عسكري في فروسية الجند. في فروسية الجندية. نعم، يعني تربيناها في البيت. والدي كان يحب الانضباطية، وكان حقيقة بيد يدللنا ويكرمنا، وفي اليد الثاني كان قسوة العسكرية. ويعني حزم مش قسوة، حزم يعني العسكرية فيها حزم وفيها قسوة. كي يعني مرات الواحد يشعر بأن الحياة سهلة وصعبة بنفس الوقت. شو عملت المرأة هاي اللي حكيت لي عنها الأم؟ أنجزت المهمة والحمد لله. فقال لي يعني أبو المجد معقول أنت لسه يعني قادر تتحمل إنك هاي؟ قلت له تخيل هاي المرأة، الامرأة يعني. نعم. الوالدة حرقة بقلبها أو دمعة في عينها، في مشكلة مع ابنها وإنت تحللها إياها، وهلا بردت لها قلبها وطيبته وانبسطت، في أجمل من هيك في الدنيا؟ وفي أحلى من هيك في الدنيا؟ قلت له. فقال لي والله بارك الله فيك، يعني ما قل لي إنه اللي بيسوي هذا الشيء حقيقة يعني، ولكن مرات أشعر بالتعب لأنه صار في ازدياد للحجم الطلب. يعني أنت حكيت أبونا إنه دخلت بيوت الأردنيين كلها، أنا أأمل أن أدخل قلوب كافة الأردنيين وليس بيوتهم فقط. ربنا يعطيني الصحة وطولة العمر أن أبقى جنديا مخلصا لهذا العرش وهذا الوطن، وأن أخدم كل أردني أينما كنت وفي أي موقع أخدم فيه. الله يوفقك. خدمة الناس أروع شيء في الدنيا أبونا. ربنا يبارك خطواتك وحياتك وبيتك وجهدك، لأنه يعني أنت مثل في حب هذا البلد، والأردن بيستاهل الخيرين. تسلم. شرواك الله يخليك. تسلم يا أبونا. ويكاد إنه يعني كل هالنجاح في الحياة ربنا أكرمني في عائلة يعني، وفي أمور كثيرة في الحياة وحياة مالية والآخرة، يكاد إنه هذا الجهد وهذا رب العالمين أكرمني فيه، يكاد إني أستحق هذا الشيء لأني اجتهدت وحاولت إني أبسط العديد من الناس وأن أقدم لهم خدمات اللي أشعر إنه أنا كمان اللي حولي أهلي وعزوتي وأبناء بلدي مبسوطين، لأنه إذا نشعر إنه هذا الوطن وطننا فإحنا لازم نفكر دائما إلى الأمام بأبنائنا وأحفادنا. ففي مقولة بتقول زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلنا. نعم. ويجب أن نبقى على هذه، يجب أن نزرع وأبناؤنا يزرع للهاي حتى يبقى الأردن بخير وسلام. وأعتقد أنه الأردن بلد الخير إن شاء الله رب العالمين، أنه الوضع الاقتصادي الحالي اللي كلنا بنعرفه ولا نجمل فيه ولا نجامل. نعم. أنه في صعوبات بالوضع الاقتصادي الحالي. نعم. ولكن سواعد الأردنيين وإرادتهم والإرادة السياسية في الوطن جلال سيدنا لطول عمره. نعم. سنخرج من هذه الصعوبة ومن هذه المحن، لأنه الأردنيين مبدعين. بدي أسألك سؤال، بعرفش إذا بدك تجاوبني على الهواء أو لا. أنت بالأمس كنت معك وقلت لي أنه دولة رئيس الوزراء في اجتماع ما إلك معه،
ايش بتقدر تحكي لنا عن تخبرنا اشي عنه هون؟ انت صاحب رأي وصاحب خبرة وانت خبير استثمار وخبير سياحة، يعني هل في لقاء مع دولة رئيس زي هيك هل يعني بتعطي رؤيتك انت كيف ترى الاردن من الخارج؟ ما الذي يمكن فعله زيد بيك لتحسين الوضع الاقتصادي؟ انت صاحب ايضا مقوله مهمه راح نحكي عنها، بس نحكي عن السياحه، بس حول الاستثمار ماذا تقول؟ يعني ما هي ما كيف ترى الوضع الاقتصادي ودور الاردنيين خاصه اللي بالخارج، ايش بيقدروا يعملوا؟ ايش نصيحتك؟ اولا فاجاتني في هذا السؤال، واعتقد لا احد يعلم بهذا اللقاء سوى انت، لانه كان في لقاء بيني وبينك وكنت داخل واعتذرت اني اهاك. احنا بنحفظ الاسرار بس هذا احنا بنفتخر فيه. لا احد يعني ليس يعني شيء سري ولا انه الموضوع، بالعكس تشرفت بلقاء دولة الرئيس، وكان لقاء اخوي وودي وحبي. و إن سألتني، دولة الرئيس يحمل في جعبته الكثير، رجل متعلم ومثقف وشايف كثير من الأمور. يعني امبارح جلسنا قرابة الساعة وخرجت بانطباع يعني مرتاح، أكثر من مرتاح، أكثر متفائل حقيقة، متفائل. ولكن اليوم عندما نتحدث في سياسات للدولة الأردنية، نعم، وليس سياسات حكومة. اليوم تحدثت أنت أبونا وسألتني على ملف الاستثمار، نعم. أنا سبق وأن قلت في الأردن لدينا مشكلة أساسية، عندنا مشاكل. هلأ بنتحدث في ملف الطاقة، نتحدث في مشاكل المياه. اليوم جلالة سيدنا كان في اجتماع لمجلس السياسات وتحدث عن ملف المياه وشو لازم نعمل، وهذا كله يعني يوميا الأخبار نتابع، الكل بتابعها. الملف الأساسي المرهق كاهل الدولة الأردنية وليس فقط المواطن هو الملف الاقتصادي. وعندما نتحدث عن الملف الاقتصادي يجب في البداية أن نشخص الحالة الاقتصادية في البلاد أبونا. اليوم إذا سألت أي واحد هل يوجد في حالة تشخيص شمولية للاقتصاد الأردني، أنا أجزم أن أقول لا. في عندنا تشخيص لمختلف، يعني لجزئيات، لأمور مختلفة، أما تشخيص كامل للاقتصاد الأردني ما عندنا. أنا بعتقد. اثنين، يجب أن يكون في أولويات للاقتصاد الأردني. يعني اليوم لما بتبني بيت، إذا عندك شقفة أرض وارثها أو مشتريها أو بدك تشتري شقفة أرض، بدك تبني بيت، شو أول إشي بتعمله؟ بتعمل مخطط، بترخص وتبلش تطلع بهالأساسات. نعم. في أعمدة أساسية على أساس المخطط اللي بدك تبني عليه، طابقين 14، تطلع بالأساسات وبتحمل البيت. يجب أن يكون في أعمدة أساسية للاقتصاد الأردني. ما هي الأعمدة الاقتصادية اللي بدي أشتغل فيها؟ نعم. تعمل فيها الدولة الأردنية. نعم. هذا لا يعني وأكرر أني أريد أن أبتر باقي القطاعات اللي موجودة، ولكن دائما في العالم في إبداع. يعني الناس، الشعوب، الشركات، الدول، يعني في ناس كرياتيف. بدك تكون أنت مبتكر، دائما مبتكر بالإنوفيشن، الابتكار. تمام. إذا وجدنا الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأردني وحطينا مشروع دولة وليس استراتيجية، مشروع دولة، وحكينا انه كيف نريد ان نرى الاردن مثلا 2030 2050، كيف اريد ان ارى الاردن، وعملنا في اليات واستراتيجيات وكان في فولو اب لكل مشروع نمشي فيه، سنجد الاردن بال2030 وال2050 كما نريد ان نراه. نعم. ولكن تشعب الأفكار في بعثرة بالجهد تبقى لما إحنا بتتشعب الأفكار، نعم،
يعني دائما عندي مقولة بقول 10 بطيخات ما بنحملوا بإيد واحدة. نعم. لما تأخذ لك بطيخة وتديها على الدار تغسلها وتبردها وتطعم الأولاد أكلت بطيخ، أما 10 بجوز يقعن إيدك على الطريق أو تدعثر أنت وياهن. يعني نوجد 3-4 مشاريع استراتيجية تعمل فيها الدولة الأردنية وكافة القطاعات، هاي بنكون قصة نجاح. يعني أنا يكاد الكثيرين يتفقوا معي ويكاد آخرين يكون عندهم أفكار أخرى. أنا يعني ركزت في الاقتصاد للدولة الأردنية على 4 أعمدة: السياحة، الزراعة، النقل والمراكز اللوجستية. سياحة، زراعة، نقل، النقل والمراكز والخدمات اللوجستية بشكل عام. نعم نعم. لأنه تاريخيا الأردن اسمها ترانس جوردن، فإحنا بوابة وكريدور يعني نربط دول كثيرة. صحيح. لا بل نربط يعني بين القارات. فإذا ركزنا على مشاريع 3 أو 4 ومشينا فيها، والأهم من ذلك وذاك أنه عندما تعمل مشاريع لا تتقاطع مصالحها مع مصالح الدول الكبرى بتركوك بحالك، بتركوك بحالك. لما بتفوت بدك تعمل مشاريع عملاقة ممكن أنه أنت تصير في تقاطع مع مصالح دول اقتصادها قوي أو علاقاتها مع دول أخرى، بتصير هاي تشوش عليها بتتعبك. بينما بتشتغل بالزراعة وبالسياحة وبالنقل وبالخدمات اللوجستية ممكن إنك تبني ركيزة اقتصادية قوية. ومن ثم أنت خبير سياحي، والسياحة عندك هو يعني هذا موضوع عشقك، وأنت يعني أعطيت يعني في مصطلحات أنت أول من يعني ابتكرها. أنت تتحدث عن الأردن الأرض والرسالة، أردن القداسة، بتحكي عن حضارة الأنباط، وبتحكي عن قبل ذلك عن قداسة السماء، إيقونتين. وأنت دائما بتحكي وأنت مدافع شرس عن الأردن وعن المغطس وعن البترا. امبارح كنا يعني بمعية سمو الأمير غازي حفظه الله، استقبلنا ولي عهد الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز. الأمير تشارلز وأنا بصافحه وبقول له أنا أرحب بك للمرة الثالثة، وأنا يعني محظوظ أني أكون موجود للمرة الثالثة في استقبالك، بس فيني طلب. قال لي شو؟ قلت بدي أشوفك المرة الرابعة هنا. فقال أين المغطس وأين البتراء؟ في قلب وفي ذهن وفي استراتيجية زيد نفع. أبونا أولا وبدنا تحكي معنا بصراحة. سأتحدث معك ومع كافة المشاهدين. نعم. وليس فقط مع أبناء بلدي الأردنيين، لأنه هذه الإذاعة المحترمة تنقل إلى كافة دول العالم، وأنا أتحدث عن بلدي الذي أفتخر به وأعتز وأحبه. نعم. لا بل أعشقه. أولا أنا تفاجأت بعنوان الحلقة عندما قرأت الأردن الأرض والرسالة. الأردن أبونا أرض الحضارات، أرض الأنبياء والرسل، أرض الصحابة. هذا بلد فيه رسائل كثيرة إلى العالم أجمع. وإذا أردت أن أتحدث عن ملف السياحة فأنت تتحدث عن بلد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه متحف مفتوح، تجد فيه الحضارات، الثقافات، التاريخ. نعم. ولكن عندما تتحدث عن السياحة كأحد أعمدة اقتصاد وطن يجب أن تركز على ماذا أريد وما هي الرسائل الجاذبة إلى السائح في العالم. تعرف يا أبونا أنه يوجد لدينا بالأردن أيقونتين، الباترا والمغطس،
وهل تعلم انه عدد سكان العالم 7.6 7.7 ناس بيقولوا 7.8 مليون حوالي 8 مليار. هل تعلم بانه اكثر من 60 او 70% من شعوب الدول بتحب وبتتمنى ان تزور البتراء والمقدس؟ هل تعلم يا ابونا انه مسيحيي العالم كلهم يتمنون زياره المقدس؟ نعم نعم. وانت رجل الدين تعلم اكثر مني بانه المسيحيه في العالم بدات ونشات وانتشرت من هذه الارض الطيبه الطاهره من موقع المقدس بالانجيل عندما قال عبر النهر وتعمد. نعم. السيد المسيح. نعم. السيد المسيح في عقده الثالث عندما اصبح 30 عاما. نعم. اتى من ارض فلسطين وعبر نهر الاردن. نعم. الى الضفه الشرقيه الى هذا البلد الطاهر الى الاردن وتعمد في موقع المقدس على يد يوحنا المعمدان. نعم. المسيحيه تبدا في العالم بالعماد. نعم. فكل مسيحي العالم يتمنون ان ياتوا ويمشوا على خطى المسيح وان يلامس جسمهم هذا الماء العطر الذي تعمد به السيد المسيح. فانا قلت يا ابونا مكة قبلة المسلمين والمقدس قبلة المسيحيين، نحن قبلة المسيحيين في العالم والأردن فاتيكان الشرق. هذه هي الرسالة للعالم كله ولمسيحية العالم. ولكن عندما أتحدث عن السياحة ذكرت لك أبونا بأنه يوجد لدينا في الأردن ثروة سياحية ضخمة هائلة هائلة، ولكن وأيضا يوجد لدينا بنية تحتية، ولكن البنية التحتية لم ترتقي بعد إلى العالمية. نحن بحاجة بالدرجة الأولى العمل على تطوير البنية التحتية. لما نحكي عن البنية التحتية وضح لنا زي إيش مثلا؟ سؤال مهم والكثير بيسألوا شو يعني البنية التحتية؟ نعم. أبونا أنت لما بتقول بدي سياحة مستدامة. نعم. سياحة مستدامة ماذا تعني؟ زخم في السياحة ماذا يعني؟ نعم. اليوم أنت يجب أن تعلم سيدي كما يجب أن يعلم الكثيرين بأن السياحة في العالم تبدأ في الطائرات العارضة وعلى شواطئ البحار بسموها تشارترز فلايت. السياحة في العالم تبدأ بالطائرات العارضة وعلى شواطئ البحار. نعم. تأتي العالم عشان تشم هواء. نعم. وترتاح من تعب السنة وإلى آخره. ولكن الذي يأتي إلى الأردن حتى يرتاح يأتي بقصد ليزور البتراء أو المعالم الأثرية أو المعالم الدينية. فعندما أتحدث عن الأردن أنا أو أريد أن أقدم الأردن في العالم أقدمها بالصورة اللي تجذب السائح، التي تجذب السائح. نعم. فلما ذكرت الأيقونتين البتراء والمقدس. نعم. يجب علينا تسويق الأردن، ولكن كيف نريد أن نسوقه في بنية تحتية محدودة؟ يعني اليوم لما بنحكي مدينة العقبة. نعم. وأنا الشخص الذي عمل في هذا القطاع وكانت لي تجربة ناجحة والحمد لله. أكيد يا هام. في 98. نعم. حطيت مخطط يعني ماستر بلان، وكان يعني المخطط إني أسواق أوروبا كلها أفتح خطوط طيران مباشرة لزيارة الأردن. نعم. وتحديدا على مدينة العقبة. نعم. 98 99 يعني عملت دراسة حثيثة. سنة 2000 بدأت بالعمل، وفي ذلك الوقت بدأت الانتفاضة الثانية في فلسطين. نعم. وأصبح يعني كم كبير من إلغاء الحجوزات وبطلوا يجوا الناس على الأردن،
فراهن الكثيرين أو الكثيرون بأنه هذا يعني كيف بده يعمل السياحة في انتفاضة وكذا والناس كلها بتلغي. نعم. فأصريت ومن سنة من عام 2000 ل 2005 لم تتوقف الطائرات يوميا، كان في يوميا طائرة، وفي أوج الموسم بال 2002 و3 و4 أصبح في طائرتين عارضات في اليوم. وأذكر في أحد أعياد رأس السنة بين 2003 لل 2004 جبت أكبر جروب سياحي في العالم. الطائرات كانت كل خمس دقائق تنزل طائرة في مطار الملك حسين في العقبة، ويعني كانت قصة نجاح حقيقية. وأذكر كبار المسؤولين الهنغاريين لما كانوا يدوروا علي بدهم يحكوا معي يعني ما كنت أعرف شو اللي بدهم إياه أيام الشغل. فكان الهم والشغل الشاغل إلهم إنه يتوسط لواحد من أقاربه، أو إذا في ناس متزوجين بدهم يطلعوا شهر عسل على الأردن إنه يحجز مقعد على الطائرة. أبونا تخيل لست شهور لثمان شهور مسبقا الطائرات مسكرة. يعني كان الهم مش إنه والله واحد بتعمل له خصم أو تعمل له أبجريد لهتيرة، همه بس إنه تعطيه مقعد على الطائرة. يعني كان إشي إقبال. طب شو الوسيلة اللي كنت تقنع فيها الناس إنه يجوا؟ يعني في انتفاضة والناس صورة الوضع في المنطقة إنه غير آمن، ورغم ذلك الناس يعني يتسابقوا للحصول على كرسي على الطيارة. شو الطريقة؟ ببتسم مرات مع نفسي لأني كل صباح وأنا بحلق بأخذ شاور بعمل مراجعة لحالي وبحاسب. ففي يوم من الأيام بحكي حقيقة يكاد إني أنا ساحر، سحرت الناس. أنا عندي قدرة من أي بلد في العالم أبونا إني أسحره بيجوا على الأردن بأي لحظة وفي أي وقت. ما شاء الله. كيف تقدم الأردن؟ نعم صح. وكيف تسهل له الوسيلة؟ وكيف تقنع رجل أو امرأة وهو مروح من الشغل عدا يطق لمرته بعد الغداء أو الزوجة لزوجها تقول له this year أو next year على الأردن، ولا كيف طلعت معك الأردن؟ تقول له ما بعرف، نشرت الأخبار من نزلت مع ميت الحنفية على الأردن. هذا كان هذا الفن أنا أمتلكه، كيف أقنع الناس في عقولها أنه لازم تروح على الأردن. فإحنا يلزمنا وسيلة في إقناع الناس أنه لازم أجي على الأردن، لازم أزور الأردن. هاي نقطة مهمة. النقطة الأهم اللي بدي أعود إليها أبونا، ولما تحدثت لك عن العقبة والبنية التحتية، يعني المقصد السياحي الأهم هو أنه لما عملت في السياحة كان لدينا في العقبة حوالي 3000 غرفة فندقية، وأنا العبد اللي أمامك كنت ماخذ أكثر من 50% من الغرف، يعني فاضي مليان إلك أنت. هذا تخيل حجز. سوق واحد لا ومدفوع مسبقا. نعم. تخيل أنت العالم كله بده يجي عندك الآن في العقبة. في العقبة طبعا كان بهذيك الفترة هادمين 3 فنادق اللي هو فندق الميرمار وفندق العقبة والكرة البيتش، يعني رايح 450 غرفة. نعم. فكان بين 2900 إلى 3000 غرفة فندقية. نعم. الآن في العقبة يوجد 5000 غرفة فندقية، يعني لا تزال البنية التحتية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. نحن في الأردن إذا قلنا السياحة العصب الاقتصادي الأهم. نعم. للأردن لازم نقول إحنا 2030 بده لازم يكون في عنا كمان 5 أو 6 فنادق 5 نجوم، 15 فندق 4 نجوم، و25 فندق 3 نجوم. بال2050 شو كيف بدي أشوف الأردن؟ التسويق شيء، الاستثمار في قطاع السياحة ورفع وزيادة البنية التحتية شيء آخر، والأهم من ذلك وذاك ما هي الأسواق اللي بركز عليها، من هو السائح اللي بدي أجيبه. لغاية الآن في الأردن السائح اللي بيزورنا اللي هو بسموه الميديوم اند بيلو، يعني ميديوم اند اباف او الفيري لكجيريس من الطبقه المتوسطه وما دونها. فدائما انت بتحدد نوع السياحه تبعتك. طبعا المحنك في السياحه اللي بيستقطب الكل من كل دول العالم ومن كل فئات المجتمع، ولكن الطبقه يعني المتوسطه فما فوق
أو الطبقة الثرية لها متطلبات غير متوفرة بالأردن. نعم نعم. أنا أول ما أنزل في أي بلد في العالم أول شيء بعمله أبونا أول ما تنزل الطيارة بطلع كم برايفت جيت فيه على الأرض، بعرف نوعية السياحة، ومن ثم أنتقل للفنادق أنا زرت أكثر من 70% من دول العالم السياحية، فكل إشي بطلع عليه، بطلع على المطاعم من 3 ستارز ميشلين لل 2 ستارز للون للمطاعم الشعبية، وبراقب السواح والبيهيفير تبعهم. إذا بدي أسأل عن السياحة الدينية كيف نجتذب الآن في عنصر الكنيسة موجود، ما هو دور الكنيسة؟ يعني هذا السؤال اللي حابين قبل ما نختم إنه نسمع من خبرتك عنه، كيف يمكن أن نوفق ما بين يعني دور الكنيسة ودور الترويج السياحي للحج المسيحي؟ نعم، أبونا قبل بضعة أيام جلالة سيدنا الله طول عمره دعا بعض الشخصيات وتم الإعلان عن المجلس الاستشاري إلى تطوير المنطقة المحاذية إلى منطقة المقدس، وهذه خطوة مهمة جدا، لأنه تحدثت أنا قبل شوي عن البنية التحتية في العقبة، ونحن نريد بنية تحتية كبيرة وضخمة تستوعب في حوض البحر الميت، تستوعب الحجاج المسيحيين، ويجب أن يكون لها امتداد من البحر الميت إلى عمان. نعم نعم. الآن الحجاج معظم الحجاج بحاجة إلى فنادق الأربع نجوم والثلاث نجوم، وفئة بسيطة تحتاج إلى فنادق الخمس نجوم. إذن عرفنا نوعية السائح أو الحج اللي جاي، إذن منركز على 10% أو أقل بشوية على فنادق الخمس نجوم، نعمل 40% فنادق الأربع نجوم و 50 أو 55% حسب وين حطينا الخمس نجوم فئة الثلاث نجوم. الآن إذا إحنا حطينا مخطط أن يكون لدينا بنية تحتية، إحنا نتحدث عن حج وعمرة مسيحية. تسألني كيف شو حج وعمرة مسيحية؟ ما هو الحج المسيحي؟ عيد القطاس، المعمودية، 6-1، العمال، هذا اليوم يجب أن يكون فيه ليس يقل عن 2-3 مليون مسيحي في الحج، مش بضعة آلاف. هذا this is my dream، هذا الحلم الذي أحلم له وأرى إن شاء الله إذا ربنا أعطاني الصحة والقوة إني أشوفه وأكون يعني من المساهمين في إنجاح هذا هو الحج المسيحي. وعمره المقدس مفتوح طول السنة، أي واحد بيجي بيروح بيزور بتعمد وبروح. يجب أن نبعث إلى العالم برسائل أن الأردن مهد الديانة المسيحية. نعم صحيح. عليك أن تأتي هنا وأن تمشي في خطى المسيح وأن تلامس الماء الذي لمس جسم المسيح. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك حبيبي. الحديث معك أبو المجد يعني ممتع. شكرا. ويعني لا تتسع هذه الحلقة لكل أفكارك الطيبة اللي أنا سمعتها وأسمعها دوما منك. أكفأ ما في، أكفأ الناس هم الذين يحبون أوطانهم. أكيد. وأنت تحمل هذه الكفاءة. أنا أريد أن أشكرك شكرا جزيلا على تلبية الدعوة إنك تيجي عندنا هون، وتأكد إنه وأنت في بودابست إحنا نشتاق لك حتى وأنت في عمان. فشكرا لك على تلبيتك الدعوة. أنت عندنا هون صاحب بيت، أنت رئيس فخري أيضا، مش بس للقدس كقدس الأردني، ولكن أنت رئيس فخري لجمعية الروم الكاثوليك الخيرية اللي بنفتخر فيك. إحنا سعداء باستضافتك، أنت صاحب بيت، ولكن يعني لغايات البروتوكول للبرنامج بنقول إنك أنت ضيف، ولكن أنت ضيف على قلوبنا لأنك تحب هذا الوطن، اللي بحب هذا البلد إحنا بنحبه. في رسالة سريعة هيك بالختام لمشاهدينا لمتابعينا؟ أولا بدي أشكرك وأشكر المشاهدين على وقتهم اللي سمعوا هذه الحلقة، وأنا حقيقة دائما أتحدث من القلب، واليوم تحدثت بكل أريحية ومن القلب طبعا وأنا في بيتي، وشكرا لك على هذه الاستضافة. الرسالة أنه المخرج الوحيد الذي
يمكن أن ينهض بالاقتصاد الأردني وأن يكون لدينا دخل مالي عالي مرتفع وأن يكون لدينا قطاع ضخم يشغل مئات الآلاف من أبناء الأردنيين هي السياحة. فأكرر تركيزي على السياحة، السياحة يجب أن تكون رقم واحد في الاقتصاد الأردني. وشكرا لك مرة أخرى، وأتمنى أن هذه الرسالة تصل إلى الجميع، وأنا مقتنع لأنه جلالة سيدنا أنا يعني ملاحظ في الآونة الأخيرة أولى سمو ولي العهد الأمير حسين، ومن هذا المنبر أيضا باركت له أنا عبر يعني رسائل عديدة، وأنا أيضا أبارك له ترفيعه، وهو حقيقة أحد ضباط الجيش العربي المصطفوي، وهو جندي من جنود الجيش العربي ومن جنود أبا الحسين. فزيارته الأخيرة إلى مصر كان لها تأثير كبير ومهم، وأيضا هو مهتم في ملف السياحة، وطبعا الجيل جيل الشباب هم جيل سياحي وعقلية سياحية، فأنا متفائل جدا إن شاء الله إن شاء الله. شكرا زيد بيك نفاع، القنصل الأردني الفخري للمملكة الأردنية الهاشمية في هنغاريا. مع وصولنا إلى نهاية هذا اللقاء مع ضيفنا الذي نحب، ابن هذا الوطن الذي يعشق الأردن وأهله، ويعشق الناس، ويعشق فعل الخير، نقول لكم أيها الأحبة أن هذا الوطن كان وسيبقى وطن الأرض والرسالة، هو الأرض التي أحبتها السماء، وهذه الأرض التي تتفق مع رسالتها في أن تكون هي وجهة للذين يريدون أن يصلوا إلى السماء من خلال ما يرونه هنا، ليس فقط في حجارة وتاريخ ومداميك هذه الأرض المقدسة، وإنما يرون في إنسانها الأردني الذي يحب الله ويحب الوطن. سعدنا بمتابعتكم، شكرا لكم، وإلى لقاء في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أتمنى لكم أمسية طيبة، وإلى اللقاء.